المقابله تكون صعيبه ضد فريق فتح الرباط اللي فريق اللي ماشي سهل، اللي فريق عنده مدرب كبير اللي تاكتيكمو مزيانين وعندهم دي كاليتي جوار اللي مزيانين. وهذه المقابله كانت بالنسبه لنا بحال مقابله ديال 6 نقاط ماشي 3 بحكم فريق الفتح الرباطي انه في المركز الثالث، وحنا كان مطالبين اننا ننتصروا عليه باش نربحوا 3 نقاط باش نقربوا الفريق الفتح الرباطي. وكنشكر اللاعبين على هذا المجهود اللي داروا، وكنشكر الجمهور اللي جا ساندنا. كنتمنى ان شاء الله اننا نبقاو غاديين هكا في خط التصاعدي ان شاء الله مقابله بمقابله. دابا غادي نساو هذه المقابله ديال اليوم ونفكروا في المقابله ديال يوم الاربعاء الفريق المغربي الفاسي باش اننا ان شاء الله نحاولوا ننتصروا ان شاء الله ونطلعوا للمركز الثالث ان شاء الله. دابا رسالتي للجمهور تنشكرهم بزاف، كنقول لهم يزيدوا يصبروا علينا، باقي احنا في واحد المنعرج ديال السنه اننا خصنا نديروا كامل المجهودات، ضافروا الجهود كامل لا لاعبين لا المكتب المسير لا الجمهور لا اي واحد هنايا في مدينه بركان باش ان شاء الله اننا نخرجوا ان شاء الله بالالقاب ان شاء الله هذه السنه، حيث مازال كل شيء ملعوب. ما خصنا نصبروا، كنا كندوزوا واحد المرحله اللي صعيبه شويه، الحمد لله راه تحسن وان شاء الله غادي يكون غير الخير. مقابله غادي تكون قويه ومصيريه بحال شي نهائي كما قلتي، خاصنا ان شاء الله غادي نستعدوا ليها ان شاء الله بكل كفايه ان شاء الله باش ان شاء الله ننتصروا ونتاهلوا للدور المقبل ان شاء الله.